من أجل تهيئة وإعادة تأهيل الأسواق الجماعية بالدار البيضاء، خصص مجلس المدينة حوالي 70 مليون درهم. جماعة الدار البيضاء المفوض لها بشكل مباشر تدبير هذه الأسواق تقر بإنجاز حوالي 50% من مشاريع التهيئة التي تشمل أسواقا جماعية وأخرى نموذجية. الروبورتاج التالي نرصد من خلاله انتشارا للباعة المتجولين بعدد من شوارع البيضاء بعد فشل عملية إعادة إيوائهم داخل هذه الأسواق. تفاصيل أكثر مع حمزة سعود وتوفيق بادي. انتشار الباعة المتجولين بالعاصمة الاقتصادية يسائل عددا من مشاريع تهيئة وإعادة تأهيل الأسواق الجماعية بمقاطعات المدينة. الجماعة قررت منذ وقت سابق إنجاز عدد من الأسواق الجماعية بتكلفة إجمالية تناهز 70 مليون درهما. عملية إعادة إيواء التجار شابتها بعض الاختلالات، بحيث أقصي من عمليات الاستفادة مجموعة من الباعة المتجولين. تأهيل هذه الأسواق يدخل في إطار برامج القرب. نسبة الإنجاز الحالية يقر مجلس الدار البيضاء أنها بلغت 50%، إلا أن انتشار الباعة المتجولين بالشوارع الرئيسية يسائل نجاعة الأسواق النموذجية المحدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. على مستوى الأسواق اليوم عن طريق المبادرة وطبق التوجيهات الملكية السامية، يعني التقليص أو يعني لما القضاء علاش على الباعة المتجولين وإيجاد أماكن لائقة بكرامتهم. اليوم حنا عندنا جوج ديال الأسواق اللي دارتهم المبادرة الحمد لله، واحد في حي السوارت هنا وواحد الآخر كاين في حي الداخلة، وكل واحد الآن تدخل ليه تتلقى فيه الماء، تتلقى فيه الشروط ديال حتى أنت لا دخلتي كمواطن باش تقدا وباش كذا، تتلقى فيه مسائل الحمد لله مزيانة. بجماعة الدار البيضاء تم إحداث حوالي 15 سوقا جماعيا. تمت مصاحبة التجار المستفيدين من عمليات الإيواء باعتبارهم باعة متجولين في ربط محلاتهم بالماء والكهرباء، وكذا تعريفهم بأهم النقاط المضمنة في دفتر التحملات المتعلق بكيفية استغلال المحلات بالأسواق الجماعية والنموذجية على حد سواء، بعد تهيئة شملت هيكلة هذه الأسواق بشبكة التطهير السائل وتصفية الممرات وربطها بشبكة الماء الصالح للشرب. بعض الأسواق الأخيرة اللي دخلت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحكم أن تهيكلت مزيان وأنه كان واحد الدعم ديالها، أنا مني كتمر من الأسواق هادو اللي مستافدين من المبادرة الوطنية كتلقاهم تيحمروا الوجه، وأنه فعلا كاين تجارة نقية وحتى يعني تليق بهذاك السوق اللي هو فعلا ولا سوق نموذجي، اللي قلنا نموذجي الجماع. أما على غير الأسواق اللي قبل ما تشارك في المبادرة الوطنية ما كتبان لك الأسواق ولا هذيك نموذجية بطيلة تهزوها في الاسم ديالها، اللي دار واحد المجهود إضافة كذلك حتى دوك التجار ما وقفوش على الحق ديالهم وداروا واحد المجهود وعدة لقاءات اللي تحركوا بها، فالآن الحمد لله أنه هو تعطات صلاحية فيما بعد الدورة اللي ما بعد هذه الأخيرة. جماعة ديال الدار البيضاء قررت في الدورة ديالها اللي هي رسمية أنها تعطي المشروع الكاجا أميناجمون. وإلى حدود اليوم فشل مجلس البيضاء في إخراج أسواق قارة خاصة بالمنتوجات المجالية إلى حيز الوجود في إطار برنامج أنشطة القرب الاقتصادي، بعد تكليف شركة الدار البيضاء للتنمية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنجاز هذه المشاريع. المشروع خصص له مجلس المدينة حوالي 8 ملايين درهم من أجل إحداث مجموعة من الأسواق النموذجية بتراب المقاطعات 16 بالمدينة، إلا أن التعثر يرافق إنجاز هذه المشاريع.